بالمناسبة المعتقل مع الإرهاب إرهابيين وياهم أحد الضباط، هاي طبعا مناشدة لدورة رئيس الوزراء، انصف هذا الضابط عميد الحال للأمرة من جهاز مكافحة الإرهاب وانظلم بسبب اعتراضه على اللجنة والتعذيب يوم بالجهاز بالجهاز ذاك يا بالأمرة خطية حتى الترفيع ما ترفع، قالهم اتقوا الله ليدي مو هيك التعذيب، احنا الإرهاب ما نتعامل وياه بهذا التعذيب على صياحهم بالثنتين أو بثلاثة بالليل. تتذكر اسم الضابط؟ أعرف اسمه بس أتحفظ باسمه إذا أشوف أصحاب القرار انطيهم اسمه ويستدعوه، ومو أنا أحكي عن التعذيب، هو راح يحكي لهم عن التعذيب اللي صار وشنو اللي سووه وشنو اللي سووه. يعني أحد المعتقلين أخجل ألفظ اسمه وأخجل اللي صار بي وبعده صار بي نزيف، وما عاد يخلون ينعرض على لجنة ولا حد يشوفه. المهم هذا الضابط اعتراض عليهم، في يوم من الأيام يبكي أحد المعتقلين قال لي شفناه يبكي على وضعنا هذا العميد حاليا بالأمرة لأنه اعترض على الإجرام اللي يعملونه ويا الناس. احنا دولة قانون، احنا القضاء ياخذ حقنا من عندهم، ما نقول احنا عشائر ولا بالعشائر، لا احنا اذا دورنا هاي معناها قانون دائماً ماكو دائما نلجأ الى القضاء. القانون القضاء وسيف الحق.